السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهاد لا فيديو جديدة ان شاء الله يلقاكم بصحة جيدة، وباش ما تمنيتو تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا البنات، المقادير ها هي قدامكم. اليوم غادي نوجد معاكم واحد الشوربة اللي هي هائلة وزوينة بزاف، شوربة صحية وفيها الخضرة، وكذلك هي شوربة اسيوية كتعجبني بزاف. كما كتشوفوا غادي نحتاج فيها اندومي، وكذلك الشعيرية الصينية، مربعات الجزر، وكذلك مربعات ديال الفلفل الاحمر والخضر، مربعات البطاطس، الماء على حسب شحال بغيتو، المعدنوس والقزبور، البصيلة مشلضة، مركز الطماطم، وشوية ديال الجلبانة، كذلك جوج معالق ديال النشا. كيف ما كتشوفوا البنات، الا ما بغيتوش ديروا اندومي تقدروا ديروا سباغيتي وشعيرية صينية على حسب اللي كانت متوفرة عندكم. حاجة اللي غادي نبداو بها هي الشعيرية الصينية. كناخدوها كنديروها في زلافه مع الماء سخون بزاف، وكنخليوها حتى كترطب مزيان وكتطلق كتشرب داك الماء. من بعد غادي نقطعها بالمقص. دابا غادي ندير هاد المقادير كاملين في القميله او الكاسرونه فاش غادي نوجدو هاد الشوربه، يتشحروا من بعد غنزيد الماء. في الاول كناخدو قميله تنديرو فيها زويده، كندير البصله تشحر مع الفلفله والربيع وكذلك التوابل، كيتشحروا شويه كنزيد المقدار ديال نص سترو ديال الماء. من بعد حتى كيطيب شويه عاد كنزيدو المربعات ديال الخيزو، كذلك كنزيد المربعات ديال البطاطا ومع الجلبانه ونخلطوهم مزيان، كنخليهم يعني يطيبوا مع بعضياتهم مزيان باش هذيك الشوربه تجي متوازنه، ماشي يطيب شي حاجه وشي حاجه مازال. من الاحسن ديروا كل شيء بواحد المره باش تكون يكون الطياب ديالها مقاد، يجي مقاد وفي نفس الوقت الخضر تحافظ على الحجم ديالها. كما كتشوفوا ضفت خيزو، ضفت بطاطا وجلبانه. من بعد غادي نضيف مركز الطماطم وغادي نخليها تطيب على خاطرها، عاد غادي نزيدو اندومي مع الشعيريه الصينيه. كتجي سهله سهله جدا البنات، وكتحضر في 10 دقائق، يعني ما فيهاش حاجات كثيره وما فيهاش صعوبه. من بعد ما كيطيبوا العناصر مزيان وكتاخد وقتها، دابا كنزيدو الشعيريه الصينيه اللي خليتها في المسخون طار طابت وشربت الماء، وقطعتها بالمقص يعني باش تجينا سهله ما تديرونجيناش في الشوربه، وكنخلطوها هكا. عاد من بعد غادي نزيد اندومي ان شاء الله. من بعد ما طابوا العناصر مع بعضياتهم زدنا الشعيريه الصينيه كيف ما شفتوا. دابا غادي اخر مرحله غادي نزيدو اندومي مع البهارات ديالها وكذلك الحر اللي كيديروا معاها. بالنسبه للاندومي البنات، الا ما كانتش عجباكم تقدروا ديروا سباغيتي، راه ديجا قلتها في الاول الفيديو. عاد كنزيدو من بعد موراها جوج معالق ديال النشا. النشا ضروري كيكون في الاطباق الاسيويه كلها. كذلك البنات، نسيت ما قدمت لكم في المقادير صلصه الصوجة، حتى هي في اخر مرحله ضروري في هاد الشوربه، كتجي زوينه بزاف البنات. صدقوني يا ريت انكم تجربوا هاد الشوربه، فهي غنيه بالخضر وفيها النشويات، يعني كتجي زوينه بزاف. طبيعه الحال الا بغيتوا تزيدوا مربعات دجاج او مربعات لحم، غير هاد الشوربه ما كتكونش فيها اللحوم، كتكون غير الخضار وكذلك لي بات بحال اندومي ولا الشعيريه الصينيه ولا سباغيتي، يعني لكم الاختيار. ولكن هي كتجي بنينه بزاف بالخضار مع سباغيتي والشعيريه الصينيه.